في ظل ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية عن تحذيرات من كارثة إنسانية حقيقية في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتحذيرات من انهيارها بشكل كامل خلال الساعات المقبلة مع استمرار عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات. فيما أعلنت إذن مستشفيات منطقة رفح عن نقص حاد في الإمكانيات الطبية المتوافرة لديها. وكان دكتور صهيب الحمص مدير مستشفى الكويت أصدر مناشدات للأطباء والطواقم الطبية والصحية بعدم مغادرة المستشفى لمواصلة رسالاتهم المهنية والإنسانية. يأتي ذلك في ظل تخوفات من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على المطالبة بإخلاء المستشفى أو اقتحام المستشفى على غرار غيره من مستشفيات قطاع غزة، لا سيما فيما حدث في مستشفى الشفاء وغيره من المستشفيات. ويبقى معنا من قطاع غزة الدكتور صهيب الحمص مدير مستشفى الكويت التخصصي في رفح. أهلا بك دكتور، مساء الخير. حياكم الله أخي الكريم وحيا الله شعبنا في كل مكان. أهلا بك دكتور. بداية لنتأكد من حضرتك، هل تم إبلاغكم كمستشفى الكويت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بإخلاءه خلال الساعات الماضية؟ لم يصلنا أي رسالة بإخلاء المستشفى بشكل مباشر، كل ما وصله إلى محيط المستشفى. نحن ندق ناقوس الخطر أمام كل بقايا الأحرار في العالم، لنقول وما مهلنا في الضفة الذين ينامون اليوم عن ذبح غزة بهذه الطريقة. نقول لكم اليوم هذا هو المستشفى، هو المكان الوحيد للناس للذهاب إليه واللجوء إليه. إن تم خروج هذا المستشفى عن الخدمة لا يوجد مكان آخر يستقبل الإصابات والحالات المرضية في رفح. نحن نقول هذه كارثة إنسانية وصحية بكل ما تعنيه الكلمة. الصمت والعجز في الضفة والداخل والعجز العربي والدولي يقهرنا أكثر من صواريخ المحتل. لا أعرف متى سيتحرك العالم العربي والإسلام وأهلنا في الضفة. ما هذا النوم وما هذا القهر وما هذا العجز وما هذا الخذلان اللي ذبحتونا فيه أختي الكريمة، وأنتم تنظرون إلى غزة وتتداولون غزة كخبر إعلام اليوم وترند على السوشيال ميديا. ما يحدث الآن كارثة حقيقية بكل المقاييس. العدو الصهيوني الآن يتحدى كل العالم، نعم، ويتغول على كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ولا يبقي مجالا لأخلاقيات الحروب بتجاوزه اليوم. نقول اليوم والله المستعان، نحن ندرك يقينا أن المسألة مسألة وقت وأن كل أهل غزة شهداء مع وقف التنفيذ، لكن لا خيار أمامنا أن نترك المرضى والمصابون يواجهوا الموتى ببطء. نحن نقول يجب أن يتحرك العالم، ونطالب بتوفير حماية دولية لهذا المستشفى. هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يعمل منذ اجتياح رفح، لا يوجد أي مكان آخر للمرضى للجوء إليه. حجم الكارثة أكبر ممكن يتخيله نعم. الإنسان. دكتور صهيب، هل هناك أي تقدم؟ وفود طبية ماليزية وأندونيسية. نعم. العدو الصهيوني لا يراعي إلا للقوانين الدولية بشكل كامل. نعم دكتور، إذا كنت عم تسمعني، هل هناك تقدم للاحتلال الإسرائيلي في محيط هذا المستشفى؟ وأنت أشرت إلى أنها هي فقط مسألة وقت، وقد يقوم الاحتلال الإسرائيلي كما حصل في المستشفيات الأخرى لا سمح الله في اقتحام هذا المستشفى. لنتحدث نوعا ما عن تفاصيل أعداد المرضى، التقديرات للنازحين المتواجدين فيه، وما هي الإمكانيات الطبية المتوفرة لديكم في ظل نقص الحاد في المعدات، النقص الحاد في الإمدادات الطبية، ونتحدث عن تحذيرات من توقف الوقود تماما، وهذا ينذر بتوقف الآلات والمعدات الطبية. أختي الكريمة، قبل أن أرد على سؤالك أقول لك هذه المكالمة حجة عليك أمام الله عز وجل وحجة على كل من يسمعها. نحن ندرك يقينا أن الأذان قد صمت وأن الأعين قد عميت اليوم وهي تنظر إلى غزة، لكن سأجيبك عن أسئلتك أعتبر أنكم تتعاملوا معنا كخبر إعلامي لتعلموا أن اليهود بتقدموا الآن بالعطول الشرقية وتجاوزوا خط الشرقي خط صلاح الدين، الآن وصلوا إلى مناطق قريبة من منطقة الإجنين ويبعدوا عن المستشفى حوالي 4 كيلومترات الآن كل المسافة أو أقل قليلا، كل ما يبعد عدو الصهيوني عن المستشفى. الآن أخذ الكلمة لا يتوفر في المستشفى أبسط الأدوية لم تعد متوفرة، حتى المسكنات غير متوفرة، المستلزمات الطبية، الوقود لا يكفي لأكثر من 48 ساعة كحد أقصى بما في ذلك هذا اليوم. بعد ذلك سيتوقف هذا المستشفى عن العمل. لا أعرف هل هذه الأرقام وهل هذه الحقائق ستغير شيئا في ضمائر الشعوب العربية وفي ضمائركم أختي الكريمة، وأنتم تتناولوا غزة كخبر إعلام وقاعدين تسألوا كأنه اللي بموتوا في غزة بسس ولا لهم أي قيمة. نحن نقول لكم اليوم شهداء، نحن ننقل رسالة دكتور، كما أنتم كطواقم طبية ننقل رسالة، ونحن نقف عاجزين فعليا دكتور. في أخبار بعيدة عن خبر غزة،
المفروض اليوم أن يسلط الضوء على تحدي صارخ للعدو الصهيوني لكل العالم بطبيعة الحال، وهو واجب ورسالة ننقلها دكتور، ونعمل جاهدين بكل ما أوتينا من قوة لإرسال وإيصال صوت قطاع غزة، لعلنا جميعا نحرك هذا الساكن الذي تناشد فيه دكتور. لا أعلم لماذا تصبح المستشفيات مكان أحمر. نقول اليوم أنه إحنا أخذ الكلمة، الطواقم الطبية المتواجدة 270 واحد من الطواقم الطبية على رأس عملها، هذا الرقم هو الرقم الموجود للطواقم الطبية، لا يوجد في المستشفى أي نازحين، المرضى الموجودين لا يمكن نقلهم، ونحتاج إلى تنسيق مع الصليب الأحمر لنقلهم. لا يتواصل معنا لا المنظمة الصحة العالمية ولا منظمة ولا الصليب الأحمر، هذه المنظمات خرجت عن الخدمة مع وزارة الصحة للأسف. نحن نقول يجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته، يجب أن نوفر حماية دولية لهذا المستشفى أو أن نوفر بديل. إن توفر بديل لهذا المستشفى سنقوم بإخلائه بناء على طلب العدو، لكن غير ذلك يا أختي الكريمة لا خيار أمامنا أن نترك الناس يواجهون الموت بالإضافة إلى صواريخ العدو الصهيوني. نعم دكتور صهيب، تحدثت عن إمكانية فقدان الوقود خلال الساعات المقبلة، هي أزمة أخرى تعمق فعليا طبيعة عملكم كمستشفى وحيد باقي عامل في منطقة رفح، في ظل الحديث عن مخاوف من تقدم الاحتلال الإسرائيلي ومناشدكم للطواقم الطبية بالاستمرار في تقديم الخدمة في المستشفى الكويتي. يعني نتحدث عن نقص في المعدات كما أشرت، وبطبيعة الحال إلى تقدم نحو المستشفى، هل هذا ينذر فعليا بإمكانية اقتحام المستشفى في غضون ساعات ممكن قليلة مقبلة، وهذا يحمل في طياته أكيد كارثة أخرى وانهيار للقطاع الصحي والطبي في منطقة رفح؟ احنا وصلنا إلى قاع الحضيض، لا يوجد انهيار أكثر مما نعانيه اليوم، وخروج هذا المستشفى عن الخدمة في أي لحظة ستتفاقم حجم الكارثة. ونحن نقول فليفعل عدو الصهيوني ما يشاء، العدو الصهيوني الآن لا يراعي إلا ولا ذمة، أمن العقاب فأساء الأدب، ورأى الصمت الموجود حتى حجم الخذلان اللي موجود في الضفة وفي الداخل وفي العالم العربي والإسلامي. لم يتوقع العدو الصهيوني نفسه يا أختي الكريمة لم يتوقع أحد حجم الخذلان وحجم الصمت على ذبح غزة بهذه الطريقة يا أختي الكريمة. لكن أقول لك وكلت يوم موكل الثورة الأبيض، وإحنا بنقول بكل وضوح وبكل صراحة، اللي بترمي السنة بتتلقف الأرض، لن يكون في ملك الله إلا ما أراد، ولن نترك شعبنا بإذن الله تعالى. ولأجل هذه اللحظة درسنا الطب، درسناه وعلمناه وعلمنا الناس أنه بإذن الله تعالى هذه رسالتنا سنؤديها حتى آخر لحظة، ونقابل الله عز وجل بإذن الله تعالى، وهي موتة واحدة اخترناها أن تكون موتة عز وشرف. نعم. لن بإذن الله تعالى لن نخذل شعبنا بعد أن خذلنا كل العالم، ولن نعم. نقهر شعبنا بعد أن قهرنا كل العالم بإذن الله تعالى. نعم. لا مكان آخر للناس يذهبوا إليه. نحن نطالب المؤسسات الدولية بتوفير مستشفى آخر ميداني حتى في نصف محافظة رفح، ونطالب المستشفيات الميدانية اللي طلعت كلها للأسف في الآخر فنكوش أن تفتح أبوابها أمام المرضى، وسعدت أنا سأخذ هذا المستشفى. لكن أنا أقول ما أطلبه اليوم توفير حماية دولية للطواقم الطبية، توفير حماية دولية لهذا المستشفى، توفير مكان آخر للناس للجوء إليه، وسأغادر هذا المستشفى. غير ذلك بإذن الله تعالى سيكون هذا المستشفى آخر عهدنا بالدنيا. نعم أشار دكتور إلى أنه من يتواجد في المستشفى الآن أنتم كطواقم طبية وعدد من المرضى الذين يصعب نقلهم كما أشرت في ظل محدودية الإمكانيات لنقل هؤلاء الجرحى والمرضى، لنتحدث بالمجمل عن حالات هؤلاء المرضى، وبطبيعة الحال ما تقدموه من خدمات ولو بصورة آنية لتخفيف من جراح هؤلاء المرضى والجرحى المتواجدين في المستشفى تقريبا الوحيد العامل في رفح. نحن نتكلم عن عدد تقريبا الموجود عندنا في هذا المستشفى 27 مريض، هذول المرضى جزء منهم تم إخلاءهم من الشمال، هذول المرضى كلهم محطوطين على إيش بنسميه إكسترنال فيكسيتر ولا يستطيعون الحركة، وجزء منهم عندهم إصابات في العيون وعندهم عمى لا يستطيعون ولا يوجد أحد يرعاهم، وما لهم أهل هذول المرضى جزء كبير منهم وأغلبهم أطفال ونساء، يتكلم عن منهم تقريبا 25 طفل وامرأة الموجودين في المستشفى. نحن نتكلم عن كارثة حقيقية أختي الكريمة، الطواقم الطبية الموجودة معظمهم من النساء، لكن والله أرجل من الشعوب العربية والإسلامية اللي صمدوا في هذا المستشفى. نحن اليوم أختي الكريمة نقول لك إحنا نتعامل بأفضل الإمكانيات، نقدم خدمة استقبال الطوارئ والعمليات الطارئة اللي بنفتحها على مدار الساعة فقط للحالات الطارئة، حالات إنقاذ الحياة وإنقاذ الأعضاء، هذا ما نجري في هذا المستشفى الآن، وما يتم استقباله فقط استقبال يسموها نقطة استقبال إصابات للطوارئ، هذا ما نستقبله في هذا المستشفى. يجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته. نحن نقول اليوم أختي الكريمة لا نريد أن تتداولونا كخبر إعلامي، نحن وصلنا إلى حجم كارثة لا يمكن أن يتوقع أي إنسان، هذا الحجم الأكبر من الكارثة اللي ممكن أن يتخيلها أي إنسان في انهيار النظام الصحي. نحن نطالب وزارة الصحة اليوم أن تقف عند مسؤولياتها، نناشد الطواقم الطبية أن تعود إلى المستشفيات، لا يجوز شرعا ولا عرفا أن نترك الناس بهذه الطريقة، نطالب المنظمات الدولية أن تقف عند مسؤولياتها.
من خرج عن الخدمة مع وزارة الصحة هي ضمائر الشعوب العربية، من خرج عن الخدمة مع وزارة الصحة هي منظمة الصحة العالمية، من خرج عن الخدمة مع وزارة الصحة أختي الكريمة والصليب الأحمر اللي ما بتحرك ولا يراعي إلا ولا ذمة. اليوم نقول لكم اليوم المطلوب من الجميع أن يقف عند مسؤولياته يا أختي الكريمة، لا تجعلونا خبرا تتداول على الإعلام، لا تجعلونا نموت بالصمت. أختي الكريمة نحن نعلم يقين أننا سنموت، ولكن لن نموت بالصمت، سنموت والعالم كله يتفرج على غزة كيف تباد وكيف تذبح من الوليد إلى الوليد ولا أحد يحرك ساكنا. لكن أقول لكم اليوم دماؤنا وأرواحنا أمانة في عناقكم، ولا تتعاملوا مع غزة باعتياد المشهد، ولا تألفوا المنظر أختي الكريمة، ولا تعتادوا المشهد، لأن أختي الكريمة من اعتاد المشهد فقد خان، ومن ألف المنظر فقد خذل. الذي يراق في غزة أختي الكريمة دماء وليست ماء، الذي يقطع في غزة أطراف وليست أغصان، الذي يدمر في غزة ليس فقط الطرق ولا المدارس ولا الجامعات، وإنما يدمر معها جيل كامل، إنما يدمر معها كل مظاهر الحياة في غزة. نعم، يعني دكتور نتمنى لكم السلامة دائما، شكرا لهذه الرسالة السامية التي تواصلون تقديمها رغم كل هذه الظروف، ونعلم تماما أنه من المفترض أن يكون هناك تحركات من أجل منع تفاقم هذه المجازر المرتكبة بحق المدنيين والطواقم الطبية ومقدمي الخدمة في قطاع غزة. أمنية السلامة لكم دائما دكتور صهيب الهمس، مدير مستشفى الكويت التخصصي في رفح، في ظل كما أشار له الطبيب صهيب حول تقريبا انهيار للمنظومة الصحية